قد آن أوان الحزم، فمن علمت أنه فارق ديننا فلأعذبنه. مع بداية العد العكسي لقدوم شهر رمضان المبارك، انطلقت منذ مدة عبر مختلف الفضائيات العربية عملية بث ومضات إشهارية لمختلف المسلسلات التي ستعرض خلال الشهر الفضيل، وخصوصا الدينية منها، لعل أبرزها مسلسل عمر بن الخطاب الذي يصنع الحدث هذه الأيام بسبب الجدل الدائر حوله بين مؤيد لفكرة تجسيد ظهور الصحابة في أعمال درامية من عدمها. مسلسل أنتجته مؤسسة MBC بالتعاون مع التلفزيون القطري، يقول المسؤولون عنه أنه أضخم دراما في تاريخ التلفزيون الحديث، وسيمتد ل 31 حلقة. استغرق ما يقارب 300 يوم من التصوير، وشارك فيه 30 ألف عامل. جدل تزداد حدته مع اقتراب موعد عرض المسلسل بين من يرى بأنه لا يجوز تجسيد الأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة وآل بيت النبوة في مسلسلات مصورة كما صرح بعض المشايخ في مجمع الإفتاء بمصر، وبين من يجيز ذلك بحجة عدم وجود نص قرآني أو من السنة النبوية يحرمان تمثيل الصحابة، في حين أمسك بعض العلماء والدعاة العصا من وسطها بأنه يجوز لعب دور بعض الصحابة كوسيلة من وسائل الإيضاح لكن بضوابط شرعية، وأنه لا بد أن يكون العمل موثقا بدقة ومعدا بشكل جيد والعبرة بالهدف والغاية كما يقولون. تسليط الضوء على حياة الخليفة العادل عمر بن الخطاب سيكون أيضا عبر برامج رمضانية منوعة لشخص حكم الناس بعدل ورحمة واستحق أن يكون الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل. فوسي بن جامع، الشروق تيفي.